عيون أستاذ رحمة على والديك. نعم. بالنسبة للصيدليات. نعم. هو من المسؤول عليها الصيدليات؟ من فرد نقابة الصيادلة. نعم. هي الكشفية، خلي يضبط الكشفية مال الطبيب. نعم. حشوك واحد كشفيته 25، واحد كشفيته 45. أبو علاء، أنت من وين تتصل؟ أنا من جسر الدياله. اي تدري ببغداد اكو كشفيه 75 و100 و ندري بيها بالحارثيه هاي، بس اللي عنده متفكر. يعني سامع بيهن ذني مو سامعان بيها. اي زين، عندك الصيادله الصيدليه، هو كل واحد عنده. انا اريد يحاسبون اكو صيدليه هو نفسي الصيدلاني يقعد بيها، مستحيل والله، وانا اتحمل المسؤوليه. زين، يعني كل واحد عنده اثنين وثلاثه، فرضا عنده ببغداد الجديده وعنده بجسر الدياله. انا راح اسهل عليك الامور ابو علاء. هسه احنا كنا عندنا سوشيال ميديا وعندنا حسابات وعندنا فيسبوك ونشوف، صح؟ انت اذا اكو فد مقطع فيديو انه هذه الصيدليه يعني تبيع بسعر غالي وتغلق هذه الصيدليه وينتشر هذا المقطع، ما راح يكون اكو ردع؟ الردع يصير بوم، تسمعني؟ نعم، هي اسمعك. الردع ما يصير من المواطن وتعال يا فلان وما ادري شنو. اكو دوله. طبعا طبعا، انا دا اقصد اكو دوله هي نفسها هي الرقابه. هو انا اقصد انه نقابه الصيادله من تغلق اكثر من مثلا صيدليه او صيدلتين وما ملتزمه بالامر القانوني، اكيد راح يكون اكو ردع او حاله ردع. هذا اللي اقصده انا ابو علاء. استاذ عيوني. نعم. هو ابسط شيء كل الصيدليات الا القليلة النادرا اللي هو القاعد بها الصيدلاني، وهذا اذا ما قاعد بها هاي مخالفه. لو مو مخالفه؟ مخالفه بكل تاكيد، صح. زين، هو تلقى لك اياه لو صف ثالث متوسط، صح، لو تلقى لو اخوه لو جيرانه. أيه. ومقعده. أيه. نعم، ومحفظه. نعم نعم، ويدرون هم يدرون بهاي الشغلات.